المكان معزز بعناصر الأمن والجميع في حالة استنفار. في هذا المكان ستجري وقائع المعركة الكلامية الأخيرة بين المرشحين ترامب وبايدن مرة أخرى وجها لوجه في قاعة كيرب إيفنت سنتر داخل جامعة بيلمونت، محاولة أخيرة لتعزيز فرص الفوز بالرئاسة والقفز فوق قواعد المناظرة. قواعد جديدة أقرتها لجنة المناظرات الرئاسية، دقيقتان لكل مرشح للتحدث بحرية دون مضايقة من الطرف الآخر قبل أن يسمح لهما بالجدال والرد. أود أن أرى الرئيس ونائب الرئيس السابق يتصرفان بحس من المسؤولية والاحترام، هذا يظهر قيمة هذه البلاد. شبح كورونا يحضر هنا يهيمن على الأجواء، هو ملف النقاش الأول بأرقام ضحاياه، وهو الموضع الأكثر حرجا بالنسبة لترامب. جئت إلى هنا مع هذه اللافتة لتذكير الناس بعدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فشل ترامب في مواجهة كورونا، إنه لم يصادق على استخدام الكمامات. العائلات الأمريكية ومسألة العرق، التغير المناخي والأمن القومي والقيادة ملفات لا تقل أهمية عن أبرزها. 90 دقيقة فقط، لا مجال لوقت إضافي أو أشواط زائدة. يقول الأمريكيون الطامحون لمناظرة تحترم عقولهم وتساعدهم على تحديد أولوياتهم في التصويت. هي فرصة المرشحين الأخيرة لاستمالة الناخبين. يقول ترامب بتهديد مبطن إن لديه استراتيجية خاصة بهذه المناظرة، بينما يغيب بايدن عن الأضواء بهدوء حذر تحضيرا لها. وما بين ترامب وبايدن يحتار بعض الناخبين بأصواتهم وسط آمال بأن تحسم المناظرة المرتقبة خياراتهم. وسام زين الدين العربي من جامعة بيلمونت في مدينة ناشفيل.